باب هاد البلاد نكتب هاد الرسالة حيطاق بينا الحال والحال حالته حالة من اللي خلقنا وحنا صبري والصبر صبر رسالة كنقولو غتحلى وما زايدة غير في البسالة شبري القناص كنموتو فيهم بتخالة بالدروقة والهش كنحاربو البطالة ما كنخدمو ما كنردمو حياتنا ماشينا الزبالة كيف القاري كيف الأمي كلشي في الشبكة الخبالة عرفت لي كيفاش نخدم حيت ما عنديش الكالة رجعنا اللور تكالة ولادهم هما الوالة إذا باغي تدمر تربي كوبالة ولا تبع طريقة خوتك سرق وقتالة مسكينة الحكومة حرفالة من دابا فوق ما كاينش الراحة حيت احنا الدمالة يا عاد تشوفوا لنا شي حل يا عم نوضوا شي قربالة قبل ما يفوت الفوت أما هادي غير رسالة هادي رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء لي جاريين بدمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا مقيد بأمي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك أمي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر ولا بغيتو تسمي هذه رسالة مكتوبة بدموع ودم الفقراء من الحكومة من الوزارة لأي واحد بدل الكارة بغيناكم تحسوا بينا تعرفوا باللي احنا صبارة بالحق من اللي عن طور وثورة ديالنا حتى المخبارة حنايا ماشي غنم ثم ماشي قزارة حنايا المسؤولية وانتوما مسؤولين شفارة صافي ما بقيناش نخافوا خرجنا من المغارة عقنا بيكم غير هضارة كلمتكم غدارة قولولي باش كتحسوا من اللي الشباب بحال نوارة ما جابر ما يعمل براسه غير كيضيع خسارة سنين تضيع في الحبس ولا في الغربة بلا تنصارة ودنا في الزنقة شمكرة وبلادنا في الدعارة كيعيشوا حياة الزنقة اللي رداتهم غير حكارة حمزة تمحل شعار كيكي والزبارة وما بقى قد ما فاس بتصفر الصفارة أما هادي غير رسالة بدموع الفقارة هادي رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء لي جاريين في دمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا مقيد بأمي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك أمي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر ولا بغيتو تسمي هادي رسالة كاتبينها غي الشباب ما خلاو في نطقو ما خلاو حتى باب بقاو سنين يتسناو باقي ما كاين حتى جواب صافي القلب راه طاب والراس على بكري شاب الامل في المستقبل خاب وانتوما هما السباب قتلتوهم بالوعود ما شافوا غير الضباب ما كاين ترك في النهراب كاين غير الصراب غير قتل في الاحلام ودفن تحت التراب الخاوة كلشي كذاب عشيري كلشي نصاب حتى اللي جنا الغلة اليوم ولا حطاب حتى اللي خلى الزبل اليوم رجع يشطاب علاش الضمير غاب حيت في قانون الغاب الخير ما عنده حباب والشر هو الغلاب وشكون تكونوا باش تحكموا علينا باب الاعداء ودابا سمعوا محلكم في الاعراب الرباع دولة هذه رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء لي جاريين بدمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا مقيد بأمي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك أمي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر ولا بغيتو تسمي هذه رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء لي جاريين بدمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا مقيد بأمي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك أمي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر ولا بغيتو تسمي هذه رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء لي جاريين بدمي حروف خارجة من القلب معنا باليش بالحرب حيت انا مقيد بأمي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك أمي الهضر عليك يا بنادم انت وهداك والاخر ولا بغيتو تسمي